شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بستلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. كوكينج بوك الأصلي شكله مثل المجلد إنما بيحتوي على 4 شوبينج بوردز بأربع ألوان مختلفة وكل لون فينا نقطع ونقص عليه نوع معين من الأكل، يعني الأحمر للحمة بس، الأزرق للسمك وكل أنواع الفريدومير، والأبيض للأكل المطبوخ أوريدي مثل روتي مثلاً، والأخضر أكيد للخضرة والفواكه. كوكينج بوك الأصلي ما بينكسر قد ما يقع على الأرض وقد ما نشد عليه، مصنوع من بولي بروبيلان وبتحصلوا عليهم ب $30 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. اتصلوا على بس سلر على 01-44-55-55. قديم نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان، بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرو موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطوا عليها، شد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببستلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قد ايه منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها، مع البلو ما بقى نعطل هالهم لانه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون مايكروبيتز بس نحط راسنا عليها هي بتتاقلم على الوضعيه يلي اخذناها ويلي بتناسبنا وبتحافظ على وضعيه جالسه للعمود الفقري من الرقبه لاسفل الظهر، يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا ايربلو مغلفه بقماش بيتنفس لنوم منعشه وصحيه اكثر. وهالمخده لانها مش قاسيه بتمنع تجاعيد الوجه انه يتطوروا ويزيدوا، كما انه بتساعدنا على عدم الشخير لانه وضعيتنا بتكون سليمه كل الليل. فيكن تحصلوا على ايربلو ب $26 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. اتصلوا على بس سلر على 01-44-55-55. مين منا ما بيعاني من اوجاع الظهر والرقبه ان كان بعادتنا الغلط بالمكتب او اذا بحكم شغلنا على السواقه لوقت طويل او باي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليوميه. رويال بوشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقه كتير مريحه لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لانه منه سميك وما ببين، ولكل شخص عنده ديسك او تكلس ما له غنى عن رويال بوشر بسعر $28 بس واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه توصيل اضافيه. رويال بوشر كفيل للتخلص من اوجاع الظهر والرقبه، ما لكم الا تتصلوا ببس سلر على 01-44-55-55. لكن الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر او الرقبه، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، السوبر وماده الالونتوين. ريفلكس كريم كفيل باعاده ترميم الخلايا الغضروفيه، تنشيطها وتجديدها. ماده الالاستين والكولاجين بخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكه ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحه بالمفصل، وما نعود نحس باوجاع عند الحركه. ولكن يلي بيمارسوا رياضه وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قويه، فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفيه والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب $45 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه توصيل اضافيه، ما لكم الا تتصلوا ببس سلر على 01-44-55-55.
من نحن وصغار ما فينا نشوف غزل البنات وما نطلب من أهلنا يجيبولنا منه. هلأ صار في كوتون كاندي ميكر ماشين سعره 40 دولار، بتخلينا نعمل كوتون كاندي ببيتنا بطريقة مهضومة نحن وجميعين الأولاد حاولنا وعم نلعبون. حتى بالبيرديز الأولاد فيهم يستعملوها لأنه طريقتها كتير سهلة وآمنة وأكيد بينبسطوا فيها كتير. بتكون بس تحطوا سكر مطرح الفراغ بالنص وبتكبسوا زر الأون للدور، تمسكوا حيالا ستيك بإيدكم وبتصيروا تبرموها ليلف السكر عليها، وهيك بصير عنا أطيب كوتون كاندي. إذا بدكن يهون ملونين بتحطوا السكر بكولوران وبترجعوا بتحطوه بالماشين وبيطلع اللون يلي بدكن. تصلوا بسلر على 01-44-55-55 وبتحصلوا على هالماشين ب$40 بس وين ما كنتوا بلبنان. فري ديليفري. سلاد أول إن وان مش معقول إلا ما كل بيت بيعوز يستعمله يومياً. أول شي من بعد ما نغسل الخضرة بنشفوهم بسرعة بهالطريقة الهينة ومع فراتة نوقفها بكبسة زر، بيجي معها 5 قطع للتقطيع وبرش الخضرة والفواكه. فينا نعمل فيها الجزر، الخيار، البصل، البندورة والبطاطا تنعمل فريت إذا بدنا، لأنه بتقطع بعدة موديلات، الموديل العادي وموديلات لتزيين الطاولة كمان. سلاد أول إن وان مصنوعة من مواد بلاستيكية كتير قوية وما بتنكسر، فيكن تحصلوا عليها ب$36 بس وين ما كنتوا بلبنان. فري ديليفري. تصلوا بسلر على 01-44-55-55. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسو أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا وفيها توصل لل 230 درجة، يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب$36 بس وين ما كنتوا بلبنان. فري ديليفري. تصلوا بسلر على 01-44-55-55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.